السلام عليكم. ما تفشلت الكونيكسيون ولا لا؟ تعطلت عليكم بعد قليل، هي بعد ساعات. اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. انا اللي كنخرج لكم دائما في ستوريات، دابا غادي ندير لايف كاع حيت عاد ديما درت لايف انا في انستغرام مول باب ستوريات. السلام عليكم. الله يبقى ديتو بشكل. اهلا كيتشان برستيج، اهلا كي دايره بخير، لاباس عليك؟ نور نورك الزين، الله يحفظك، الله يختك، الله يجازيك بخير. اهلا فاتي كابتن ميو في نورال يا سامون، احبك الله الذي احببتني لاجلي، الله يجازيك بخير. الموضوع الذي طال انتظاره. الله الله زعما ماشي كنديرها بلا عيني، قسما بالله ما تنسى، راه كتشوفوا جري 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 من هادي لهادي ما تنريحش. هلو هاي هاي خويا مورخه، ماشي خويا مورخه، خويا ميداخ دابا. السلام عليكم. وعليكم السلام، انا توحشتكم، الله يحفظكم. اهلا زين، هند هرنوسي، عتي هاد هند هرنوسي خطير، هاد السيده هادي عتي كدير دي رياكسيون كتقتلني بالضحك، فين ما كنورك على هاد ديالك كتقتلني بالضحك بالرياكسيون، الله يجازيكم بخير. عتي اللي كيعجبني فيكم هي الروح المرحة. اهلا طبخ ليلى، اهلا عزيزتي، وباني صاحبتي في ستوريات، باني تكدينا بنت مره وعاود بنت، الله يحفظك. كلشي تيقولي تجي معاك البيض، وانا ما تنحبش ندير البيض، والعام اللي فات هاد اللبسه هادي سبحان الله بحال جا معاها البيض ودرت لها اللبسه مقاده، صافي وليت كنديرو بحال ولفت عليه. ما انا البيض ما عندي، انا عندي مع الكحل، عزيز عليا الكحل كيجيني زوين. واش هذا حق الله؟ الله يحفظ، الله يحفظ اختي. اش بغيتي عندي؟ اش بغيتي عندي؟ ها هو الكحل، لقيتي شتيني لابسه البيض كله، ما لقيتي هاد الهضره تقول لها حشومه عليك. واش هذا ولي هذا الموضوع؟ شوف الموضوع الناس اللي باغين، زعما ماشي موضوع غيكون مهم لاي واحد، موضوع الناس اللي كيصيفطوا لي، حيت انا كنشوف لي ميساج الناس اللي كيصيفطوا لي بزاف، وكلشي باغي نصائح، باغي يعني على الموضوع ديال التربيه ديال البنيتات، كيفاش نعطي البنيتات بالحجاب، طرق التربيه، على هذا الموضوع هذا، يعني الناس اللي انتريسي راه هما اللي غادي يبغوا يسمعوا الهضره. وكما قلت لكم بصيفتي شخص عادي، يعني غير تجربه كيفاش انا تعاملت مع البنات، تقدروا نتوما تسمعوا وتستافدوا. اما تبارك الله كاين شيوخ وكاين استاذه تبارك الله حنان، راه هضرات هي في الموضوع مفصله وكل شيء، حتى انا كيعجبني انا نموت على الكحل والبيض، لو بلون تو با بيان اي لومين طون فيزاج. وي راه جوستمون هادشي اللي كيقول لي الناس كيجيو معاك احسن. المهم كلشي خير وبركه، والكحل كنديرو مره مره حيت عزيز عليا. غادي كون نحط لكم صوري فاش كنت باقا يلا فاش بديت درت الحجاب، ديما ندير صايا كحله هذا ابيض كحل، وكان عندي واحد فرار فيه ابيض والكحل، انا كنت نحماق عليه. ايوا سبحان الله، نور نوركم، العقبه شي حجه امين، والله الا ديك اللي خاصنا شي عمره ولا شي حجه تترفع هذا البلاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيعجبوني وصفاتكم، الله يحفظك، الله يحفظك. واه حنا كنا في الوصفات، انا كان ايفيت نهضر على هاد المواضيع هادي، ولكن راه واحد الضغط عافاك حنا على التعامل مع الناس في المراهقه، انا جايه فيه، انا هادشي اللي غنهضر عليه، لان فهمتي ما في القناه ما غنقدرش، مازال في لي لايف كنقدر نخرج على المواضيع، القناه كليكوك طبخ صافي سالينا، يعني ما غاديش نبقى نخربق وندخل في مواضيع ماشي هذيك. شحال تقولي شوفي اختك هذا هادي كتنتع انت هي مقابله غطياب والمواعيد، وهذا لان القناه ديال هادشي هذا ما يمكنش تخلص شعبان مع رمضان، غير هي هنا في الانستغرام خاص ديالي هذا، كندير داكشي اللي المهم داكشي اللي نتوما يعني اللي كيعجبكم نتوما انا كنمشي معكم فيه، حطينا تصاور نشوفك انت بالنوته. حيدات الفيديو هذا الاعلاميه المنتقبه كانت دارت هذا، كانت دارت تقرير عليا وكنت عطيتها تصاور، دابا نحط لكم شي حاجه. انا عندي تصورتك، الله يحفظك ليلى، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يجازيك بخير. كيفاش حطيتي القران؟ غنهضر لكم على القران بوحده، عرفتي دابا باش ما نخلطوش المواضيع بزاف، حيت انا عرفتوني فيه الهضره بزاف. كنبقى نعوم من موضوع لموضوع، اللهم غنحاول نركزوا في الحجاب، التربيه ديال البنيتات، وفهمتي هادشي اللي غادي نمشيو فيه صافي. واش بالعكس ما عرفتي شنو، دابا غنحاول ما نقراش الاسئله عاد هذا، حيت لان غنبقى نقرا وما غنركزش في الهضره، داكشي علاش غادي نحاول نركز شويه في الهضره اللي غادي نقول لكم، ومن بعد نجاوب على الاسئله، واخا غير سمحوا لي ما غاديش نبقى نقرا دابا لكم. غادي نصعب التربيه الله يهديهم، ديرنا تجربه مع اولاد، راه صعيب، راه ماشي ساهل، راه ما نقولش لكم انا زعما تجربه ناجحه، لا راه صعيب، راه داكشي واعر، كيما قالت لي واحد كيما قالت لك سيدي فاش كنت جاوبتها في لي ستوري قالت لك لا زعما داكشي من عند الله، لا لا حنا كنديروا المجهود ديالنا ياك، وكلشي من عند الله، ولكن خصك دير مجهود، يعني ماشي غادي تلقاهم وتقول لي لا صافي داكشي من عند الله، الهدايه من عند الله، لا لا لا. انا كنشوف غير طريق السويدان صراحه، الدكتور طريق السويدان يعني هو يعني عالم كبير وكينصح هذا، يعني راك عارف الخبا ديال البنت ديالو، يعني
انت صعيب، ولكن السيد دار اللي عليه. يعني كيما قلت لكم كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته. المهم هو السيد دار اللي عليه، ربا وكل شيء ودار. الدري كيفاش كتخرج من بعد اولا شنو كدير من بعد، داكشي ماشي شغلنا فيه. انا البنات ملي كنهضر معاهم يعني عندنا قوانين، عندنا بزاف ديال الامور في الدار، ما حدك عايشه معنا في الدار وانت معنا في الدار، حنا عندنا شي حوايج كنمشيو عليها. انسان من بعد ملي هذا اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، ولكن شي قوانين ضروري خاصها تحترم في المنزل. يعني هذه من الاساسيات اللي انا عندي الحوار، انا عندي الهضره في الدار، انا ما عنديش ديك زعما انا فعلا انا ماشي سهله في الدار. يعني ماشي ديك القضيه ديال فهمتي اللي بغى يدير شي حاجه، لا انا تنضحك معاهم ونشط معاهم وكل شيء، ولكن عندنا قوانين خاصه تحترم. يعني شي حوايج انا عندي من المبادئ ما غنقدروش نلعبوا فيها هكا ولا هكا، حيت هذيك سيبه بزاف وهذاك بزاف راه ما كتجيبش نتيجه في الاخر، وكيولي المسائل شويه كبيره. ما بقاش كتقراي تكلمي على الصلاه، ما كان نطبطهاش، ما كتبتيش فيها الصلاه. شوف انا غنهضر ملي غنهضر على التربيه غنهضر على الصلاه وعلى كل شيء، فهمتيني الوليدات كيفاش نمشيو معاهم. شوف اهم حاجه في هذا الشيء كامل تهضروا مع الوليدات من الصغر، هذاك الشيء كيتربى من الصغر، ما يمكنش من حتى كيكبر الانسان وبغيتي تدير التغيير ديك الساعه. شوفوا نتوما واش طراتكم غادي ديروا معاهم شي حوايج اللي غتقدروا تقنعوهم بها. اما هذه الخدمه اللي كنقول لكم انا كنبداها من الصغر، صافي ملي كيتزاد البنات ولا الدراري ولا كيما كانوا، يعني كي كيتزاد الانسان تما كتبداي انت غاده، يعني الدريه صغيره. ونقول لكم واحد القضيه، كاينه يعني من الحوايج اللي مهمه كيشوفوك انت شنو كديري. راه ما تقولوش ليا بان واحد السيده هي ما كتصليش ما كديرش حاجه والدراري غادي يخرجوا بحال هكاك، راه ما يمكنش. راه هما شنو كيديروا؟ كيشوفوك هما اغلبيه الوليدات كيعاندوا، يعني كيشوفوك كتصلي وما كيصليو. دابا ياسين شحال عنده؟ 5 سنين 6 سنين راسو. دابا تتقولي ياسين اجي تجي تقول لا نمشي نصلي، لا اش كيدير؟ كيهز كيبقى كيمشي كيسجد كركع، المهم كيقعد كيخربق، المهم كيدير. هادو كلهم البنات بحال هكا، علاش؟ حيت كيشوفونا. ما يمكنش هو كيشوف امه كتصلي، باه كيصلي، خوتو كلهم كيصليو، بحال كلشي كيصلي في رمضان، كل واحد شاد القران حقه ديالو تيقول لي عطيني القران ديالي، حيت كل واحد عنده قران فهمتي كيقرا تيقول لي عطيني القران، كيجلس حمرا يبقى شاد وجالس واش كيدير؟ والو. يعني العاده كيشوف واحد الحاجه دائما اوتوماتيكمون حتى هما كيوليو يديروها. يعني هذه من الحوايج اللي كتسهل، يعني ما يكونش غتقول بحال مثلا بالنسبه للقراءه، انا غنبدا ندير فيه كنبغي نبقى في الموضوع. بحال بالقراءه ديال الكتب، حنا تنقولوا للوليدات قراو كتب قراو كتب قراو كتب، انت راه ما كتهزيش كتاب فهمتي، يعني كيفاش غتقرا كتاب؟ خلاص ملي كتهزي انت صافي حتى هما كيبداو يتشجعوا يهزوا كتاب ويقراو وحدك فهمتي. يعني هذه من الحوايج الاساسيه اللي كتعاون بزاف هي هذه المساله. هذه ندوي لكم على تجربتي انا كيفاش كبرت انا وكيفاش الحجاب وهادشي كامل، وندوز للبنات انا كيفاش بديت. انا نفس الشيء بحال هكذا، الوالد ديالي الحمد لله كان يعني في العائله معروف الالتزام الصلاه، هذا الوالد ديالي دار لينا بيبليوتيك فيها كاع الكتب السنه السيره فهمتي، كتب كاع كاينه بيبليوتيك خاصه اللي بغى شي حاجه يمشي يقرا. كاين دائما ديك الهضره يعني الدين هذا خاصك دير، الوالد ديالي ما كيجيش ويقول لك شوفي انت يا هذا راه الحجاب خاصك ديري وهذا، فهمتي داكشي كيدخل بالعقل عادي سلس، انت كتعيشي في واحد المحيط عادي داكشي كيدوز. كما قلت لكم انا وصلت لواحد المرحله عارفين بان احنا نهار غادي نبلغوا خصنا نديروا الحجاب، صافي ما حتىش يقولها لك، كتبقى غير هذيك التربيه بالقدوه. الله يعطيك الخير، هي هذه كتسهل بزاف. يعني ما كيحتاجش يجي يقول لك هويا لا راه خاصك وهذا وكنبداو في صراعات ولا وانا ما بغي، صافي انت عارفه هو داوي معاك، حنا كنتغداو كيدوخ لك الهضره تيقول لك انت هذه هذا راه فهمتي، هاد الهضره كامله كتكون انت في راسك كاينه. كيبقى داك القرار امتى غتاخذيه هو اللي صعيب، علاش؟ لانك ديك الساعه انت كتخرجي للمحيط برا، كتكون عندك مدرسه عندك صحابات عندك هذا. دابا انا بقيت انا زعما بقيت عارفه انا بحال تاخرت عام، يعني كان عندي عام ديري فيها زعما مورا البلوغ بقيت عام. يعني انا باش تعرفوا كنقول لكم راه ما كانش ضغط لا من الوالدين لا من حتى شي حاجه، يعني انت خاصك تاخذي القرار، كنتي غتفوتي شويه كان غادي يضغط عليك شي باش تاخذي القرار بسرعه، ولكن خاصك انت ديك الزعامه لان صعيب. راه كما قلت لكم انا في المدرسه حتى ما قال لي لا انا درنا في الفتره وما كانش مشاكل، الله اعلم. وكاين اللي قال لي لا حتى هو لقى مشاكل في الفتره ديال نقول لكم ديال التسعينات، راه ما كانش كثير. كما قلت لكم انا في القسم انا واحد الدريه هذاك باها كان زعما مبزز عليها الحجاب، وانا كنت على خاطري. يعني انا ملي خديت القرار وسط العام ما كاينش صافي، قلت بقيت كنفكر كي غادي هذا كيف انت ما كتقدريش، قلت صافي درت النهار كتبته الجمعه مع الخمسه، بقى عقل الجمعه مع الخمسه ديال العشيه كان وقع لها ساعتين القرار ما عقلتش. المهم درت الخمسه ديال العشيه غادي نديرو هذا صافي، ديك الساعه نيشان جزيتو درتو.
اللي بغى يتخاصم يتخاصم حيت ها هو شنو الاستاذه كتقول لك خرجي عليا كلشي كيبقى يشوفك ديك الشوفه ناقصه شي كيطلع فيك ويهبط فيك يعني راه ماشي ساهل باش تاخذ ديك القرار ولكن انت متشبعه ما كاينش اللعب صافي درت انا الحاجه ما يهضر معايا حتى شي واحد ملي تجي تقول لي هي حيدي الحاجه كنقول لها زعما اش كاتاش كتخربقي فهمتي زعما ما حيداش بحال قلت لكم صافي كتقول لي تقاصر هذا فهمتي انا مقتنعه 100% وعارفه شي علاش هما اش كيقولوا لي او مسكينه زعما بزاف كنقول لها مبزاش عليا انا دايره راسي انا مقتنعه بي وعارفه اش دايره فهمتي اش بغيت نقول لكم يعني كتكوني انتيا متشبعه وما عمرك ما تكوني في موقع الضعف ملي تكوني دايره الحجاب ما تكونيش في موقع ضعف ما تكونيش دايره وانت هكا وفهمتي ما مفتخراش براسك وغير شي واحد غايقول لك شي حاجه دغيا غتزعزعي لا تكوني قويه هادشي تنقول انا بنات قويه انتي على حق ماشي على باطل فهمتيني يعني ماشي انتي دايره زعما انتي اللي دايره شي حاجه ماشي هذيك لا 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 انتي اللي دايره شي حاجه ماشي هذيك فهمتي كيفاش هادشي اللي كاين فهمتيني يعني سمحوا لي انا ماشي ضد زعما الناس اللي ما دايرينش حجاب ولا لا ولكن للاسف في هذا الوقت هذا ولا في وقتي انا خاصك تكوني قويه يعني بحال خاصك تهج كتسبقي الهجوم كيولي الهجوم هو الدفاع للاسف بحال دابا انا فاش كندير الحجاب ولا كنت في المدرسه انا في القسم عندي كانوا كيقولوا لي راك المفتي كانوا كيستهزؤوا بيا ماشي كيقولوها لي زعما مزيانه تقول ها راك المفتي جات فهمتيني وكان واحد البرنامج ام بي سي ما عقلتش على ديالاش وكتكون شي حاجه تيقول لها هيا سولوا هذا راك المفتي فهمتيني يعني التنمر هذا كنت كنعاني منه وانا عاقله عليه لان ديك الساعه الاغلبيه ما دايرش كتخيل كنقول لكم جوج في القسم دايرين حجاب وحده اللي ما دايرش الحجاب ومزينوا عليها هي كفصوا طلاص وانت زايده معاها فهمتي اش بغيت نقول لكم يعني كتكون القضيه صعيبه ولكن كتكوني انت انا اش كندير انا كنمشي نهضر انا ما كنخليش بنادم هو اللي يجي يقول لي ايوا علاش مسكينه باقا صغيره وما تستمتعيش وما ديريش انت نقول لها راه الحجاب راه واجب راه خاصك فهمتي انت كتبادري ما تخليش راسك في موقف ضعف الا بقيتي في موقف ضعف راه غادي يغلبك صافي صافي الشخصيه القويه الشخصيه القويه اللي خصها تكون وانا هي الشيء اللي كنربي في البنات ما كنخليهمش يغلبوا عليهم لان فريمون كاين تنمر بزاف انا كنعطيهم كيفاش يبقاو ديما قويين كنقول لهم نتوما قلبوا عليهم انت اللي قول لها واه داكشي اللي كدير ماشي يجي تقول لكم مسكينه حتى هي كتبقى تقول مسكينه حتى انا ما كنت قلت لها لا قول لها حتى انا وحتى انا هادشي اللي كنبقى نقرفهم من نهار مطر هادشي اللي كاين المهم بالنسبه لي انا صافي الحجاب من موراها يعني ما كتحتاجيش شي واحد يعني عادي غادي يجي يقول لك زعما لا صافي كتبدي تمشي المساجد يعني ماشي غديري حجاب وغتوقفي كتعرفي شنو هو هذا الحجاب علاش انا دايراه يعني بدل الايات خصكم تكونوا كلكم عارفينهم دابا شحال من واحد كتقول لك لا لا وقال ماشي مفروض الا ما هذا الايات راه خصك تكوني عارفاها وضابطاها اي واحد غتهضر معاه تقولي سيري سوره النور سوره النور واضحه ما تحتاجش شرح مع شي واحد ما يحتاجش شي واحد يجي يقول لك لا راه ما مفروض هذوك الشيوخ لا راك عارفين ديال السلطه ولا شي وحدين بحال ما عطاتش يوقع لهم كيبقاو يهضروا لا راه خاصك تكون الايات عارفاها وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها الا ما ظهر منها هي اللي فيها فاش قالها هو ما عرفتش انا كنقول غير الهضره باش ما كنقولش الاسماء بالضبط سيده عائشه فاش قالت لي الا الوجه والكفين هذه اللي فيها الاختلاف على حساب النقاب المهم النقاب بوحدو تنهضروا عليه من بعد باش حتى ديك المره فاش هضرت على فاش قلت تقاشر قالت لي واحد السيده اللي اهم زعما غطي بعدا الوجه والكفين الموضوع الخلافي ماشي على ماشي على ماشي على الوجه ماشي على تقاشر الرجلين لا لا الوجه الكفين ينفع الخلاف اما الرجلين هذوك راه واجب خصهم يتغطاو سالينا الطاق سالينا صافي سدينا الموضوع اما الموضوع ديال النقاب هذا الموضوع بوحديته كل واحد يشوف المسائل اللي غادي يرتاح فيها وحنا عندنا يعني فتاوى ديال علماء كبار حنا غادي معاهم وهادشي اللي والله يجيبنا في الصواب والله يجيبنا في الخير واللي قدرات على النقاب وحست براسها قاده وهذا الله يسخر لها غير هي انا ضد ان واحد يتهجم على واحد اللي دايره فولار هكا عادي تهجم على اللي دايره النقاب ولا اللي دايره النقاب تهجم على هذا كل واحد مساله خلافيه كل واحد يدير الحاجه اللي كيرتاح فيها انا كنحترم السيدات المنقبات كنتمنى حتى انت تلقاي داك الاحترام وكنحترم حتى اللي ما دارش لا خيمه لا نقاب انا هادي تعلمتها في حياتي وللاسف باش نعترف لكم انا ما كنتش هكا يعني انا تباليش هذا كامل ما كنتش كيعجبني الحال كنت كناخذ عليهم واحد النظره خايبه نقول لكم صراحه كنت باقا صغيره اما مع الحياه ملي بقيت كنعاشر الناس تعلمت انني ما نحكمش على اي واحد يعني حيت شحال من واحد غتلقايها ما دايراش كتلبس معري وكلشي ولكن كتحسي بها نقيه اخلاق عاليه وهذا وكتلقاي وحده بالحجاب والاخلاق ما كايناش وهذا وما كاينش ولا بالنقاب وكاع هكا وكاينه اللي بالنقاب واخلاق شي حاجه واه تبقاي غتشوفي فيها تقولي مالك طاير كاين هكا وهكا تعلمت انني ما عمري ما نحكم على شي واحد يدير هكا يدير هكا يدير ما مشغولي في حتى شي واحد انا اللي كنحكم على
التعامل تنتعامل مع الانسان. ما نحكمش على الواحد من اتساع، لا، ما عمرك ما تحكم على شي واحد من اتساع، تتعامل معاه. ما كيعنيش بانني انا اصفق زعما راه اخرى متبرجه. انا شحال كيقول لي زعما كتبقاي تبيني شي وحده ما دايرهاش النقاه، زعما كيفاش كتقولي انت هذه كتشوفها وهي ما دايرهاش؟ على مالها كافره بالله؟ هي واخا ما دايرهاش الحجاب، فهمنا، دايره معصيه، ولكن مش نتهجم عليها ولا نعايرها ولا هذا. الله يهديها، نسال الله الهدايه، نقدر نهضر معها بالعقل ونقنعها. وكي غير كتشوف كي كتقتنع راسها ما تحتاجيش كاع تهضري معها، ديري غير انت معها مزيان وهي غادي تلين، ماشي بالعنف، ماشي بالهضره وبالمعيار وبهذا وسيري المتبرجه سيري هذا. لا 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 لا، هي دايره شي حاجه اللي صعيبه، لان الحجاب راه ماشي هو الدين كامل، حيت بزاف كيختازلوه في الدين كله، راه ماشي هو الدين كامل، راه جزء غير، هو عنده واحد الخطوره. الخطوره ديال التبرج شنا هي؟ هي الجهر بالمعصيه. يلا كنت كنهضرني تصونت لا غندير لايف وهضرت على هذا الموضوع. راه دابا هذا هو اللي اصعب حاجه. دابا شتي راه شي تسكر وتشرب الشراب في الدار، تخبى اذا بتوليتو مفسات وتخبى ودير الله يعفو عليك. دابا التبرج شنو مشكلته؟ انك تخرج كيشوفوك الناس، الجهر بالمعصيه، هذه هي اخيب حاجه. حيت ماشي الصعيب هو انك تعصي، لا، تجهر بهذيك المعصيه، تبينها حدا الناس. اشنو كيوقع ديك الساعه؟ كيولي كلشي بحال. دابا انا نقول لكم بزاف ديال السيدات شنو المشكل اللي عندهم، وانا قسما بالله ترديت البال وشحال من وحده كنهضر معاها. اشنو هو المشكل؟ المشكل لونطوغاج، الصحابات، ديك الجو اللي عايشه فيه. دابا شحال من وحده كتقول وعلى مالا جات عليا انا، وراه كلشي ما دايرش حاجه، وراه كلشي داير هذا، وكيبقى دائم غادي وزيد، فهمتيني؟ يعني كل واحد غادي وكيزيد يطور في القضيه. كتقول لك وراه كلشي داير بياس، شحال كشحال هذيك العمان غير بياس، دابا ولا دو بياس، وراه كتشوف هي كلشي. الاخرى كتشري في المايوات دو بياس، الاخرى كتوريها كتقول مالها وهي راه شتي راه مزيانه وتا هي كدير وصافي. حتى حنا فهمتي شتي بنادم بحال كيستسهل داك الشيء، علاش؟ حيت كيشوف الاخر دايرو. كون كانت حتى دابا وحده اللي خارجه معريه فهمتي، ما فهمتي كلشي غادي تجي لا في شكل لا، ولكن ملي كيبان لك كلشي دايرها كتبقى تستاهل انت بالمساله، كيبقى يجيك صافي راه فهمتيني، كيبقى يبان لك داك الشيء صافي راه ساهل عادي. من تحت الفولا ملي كتهزي ما بقاش نهز راسي خصني نبقى نعطي شي حاجه من تحت. يعني انا مشكل عندي كندير حجاب ولكن كندير المكياج، دابا داخل في الزينه ولا يبدين زينتهن، فهمتيني؟ انت شوفي شي عالم اللي يفتيك في المساله، ولكن انا زعما هادشي اللي عارفه، ولا يبدين زينتهن، ما خصكش تبيني الزينه، ما تبينيش الزينه ديالك، فهمتيني؟ هادشي دابا اللي كاين. ونكمل الايه، ولا يبدين زينتهن، وعاد كاين الايه الاخرى، ويبنين ويضربن بخمورهن على جيوبهن. عرفتي راه هاد الايه هادي راه زعما ما فيهاش لا هك لا هك. ويضربن بخمورهن، شنو هو الخمر؟ هو غطاء الراس. يضربن عليه فين؟ جيوبهن، هذا هو الجيب. عرفتي علاش هاد الايه بحال هكا؟ علاش؟ لان شحال هادي في الجاهليه راه ما كانوش بحالنا كيتعراو الشعر داكشي، ولا راه المشكله اش كانوا كيديروا؟ شحال هادي كانوا كيديروا جوج شعرات، كيديروا الشعر كيخرجوه من هنايا، راه تشوفوا شحال هادي فاش كيبينوا ديك الافلام، كانوا كيديروا شي حاجه في شعرهم هكا وكيهبطوه من هنا. علاش الايه فاش جات؟ ويضربن بخمورهن على جيوبهن، هذا هو الجيب، هذا خصو يتغطى. راه شحال من وحده كتشوف فهمتي كدير حجاب كدير هنا وكتخلي هذا، راه دارولي عليه كلشي على جيوبهن. شوف هادشي ما نقولوش لكم انا، سيروا راسكم، دخلوا وقلبوا وبحثوا وسولي شنو هو الجيب وشنو هو هذا وشنو هو، بحثي راسك. ما تخليش شي واحد يقول لك شي حاجه ولا يقطع ولا فلانه قالت ولا ما تبعيش فلان قال ولا هذا قال، راسك دخلي وقلبي سالينا، انت غتجاوبي راسك براسك. يعني هاد المسائل هادي كامل الواحد يوفا كيضبطها، كيدخل كيقراها كيعرفها، ما حتى شي واحد يجي يقول ليه ولا تقولي ليا ولا ندير. انا هاد الهضره مع البنات ديما اجو حنا هاضرين، علاش امي هادي، علاش امي هادي، علاش كنديروا هادي، راه شنو كاين، شنو كاين، شنو كاين. يعني هذا فرض الله سبحانه وتعالى فرضه علينا كنديروا، علاش كنديروا فيه مشكل كبير انا ما عرفتش علاش. ولكن ملي كنلاحظ انا كنلاحظ المجتمع ملي كيكون واحد الحاجه دايره فيه بزاف كيولي داك التعاند. واحد الهضره سمعتها من واحد المصريه ما عمري ما نساها، كدور لي انا في راسي، وعاد كنقول قسما بالله هذا هو السبب. فاش كان ما عقلتش هذيك المذيعه بالضبط، المهم هي زوينه وداك الشيء، وكانت كدير معها استجواب على السيده، وقالت لها ولا معت ممثله مع اعلاميه، وهي تقول لها قالت لها كان غيحكم ديك الساعه مرسي، عقلتو فاش ربحوا هما في الانتخابات وكانوا هما اللي غادي يحكموا. وهي تقول لها قالت لها ودابا الا جا زعما حكموا زعما الاخوان وداك الشيء وغادي يفرضوا علينا الحجاب وهذا، كيفاش غادي ديري؟ قالت لها زعما غيكون، قالت لها ما عنديش مشكل. قالت لها كيفاش ماذا؟ قالت لها اهم حاجه ملي غيفرضوا الحجاب، قالت لها غيفرضوه على كل شيء. قالت لها ما غنطرش نكون انايا زعما انا دايره فهمتي انا مديره الحجاب ومغطيه والاخرى معريه وكتبان. عاد فهمت انا ملي قالت ديك الهضره، طرن في راسي، قلت دابا الاشكاليه ديال السيدات، احنا بطبيعه المراه بطبيعتها كتبغي تبان، يعني كتبغي الناس يشوفوها زوينه.
يعني تما فين كتولي ديك المعاناه حيت ملي كديري فولار هكا ومغطيه بحال شويه كتنقصي من داك الزينه ديالك. عرفتي بحال الانسان الواحد راه ماكي ومقاد الشعر مصاوب راه لا علاقه بواحد بحال هكا راه بلا علاقه بواحد راه كيبان لك الفرق السماء بالارض. واش فهمتوني؟ يعني هي اش قالت لك؟ قالت خاص يكون كلشي متساوي، ما تبانش الاخرى زوينه وهي تبان ناقصه. واش فهمتوني؟ يعني مساله شنو هي؟ مساله غير واحد كيتعاند مع واحد. انا كان كيقول لي معقده، حتى انا معقده صاحبتي، حتى انا كان كيقول لي معقده شي مشكل ديالي يعني الهضره ديال الناس كلها كدوز، فهمتيني؟ لانك انت كترضي الله سبحانه وتعالى، لا يرضى الناس غير لا تدرك. راه واخا ديري دابا انا بالحجاره تاعهم كيقول لي لا هادشي اللي كديري ماشي هو هذاك، فهمتيني؟ ماشي صحابك زعما انا لا، راه خصك تغطي كل شيء، خصك النقاب، خصك هادي، ما عرفتش اي هضره تقدر تقالها. واخا ما عمرك ما تقولي انك زعما انا دائما غادي تلقاي انتقادات، فهمتيني؟ باي شكل. المهم انت داك الشيء اللي كتحسي به قريب ليك باخص المسائل الخلافيه، اما المسائل اللي فيها صافي هذا ما فيهاش، مابقاوش نلعبوا فيها هكا هكا، نبقاو نديروا لها تخريجات باينه سالينا سد عليا وسد صافي. هادشي اللي كاين. شنو قلت لكم؟ يعني الاحاديث هي باينه، يعني حتى الوديدات ملي كتهضري معاهم كتوضح لهم الامور بحال هكذا. صافي انا مشيت فهاد الخط، انا ملي درت الحجاب ما بقيتش واقفه صافي دايره الحجاب وجالسه وكتسنى اي واحد ياثر عليك، لا ديما انت كتبادري انك تكوني عامره، اي واحد يهضر معاك تجاوبيه ماشي خاويه، يعني انت تكوني عامره في راسك، عارفه شنو كتقولي. غتقول لك شي حاجه هذيك الايه باش تكوني حافظاها، قولي للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ولا يضربن بارجلهن على ما يخفين من زينتهن اللي كدير الخلخال وكتمشي، حيت شحال اللي كانوا كيديروا الخلخال وكيمشيو. يعني بزاف ديال الامور بحال هكذا كتكوني انت ضابطاها، اي واحد كيهضر معاك كتعطي. وهادشي منين كيجي؟ خاص ضروري الانسان يحضر شويه ديال الدروس الدينيه. انا كنت كنمشي للمسجد يعني للامانه، والسيده اللي مميره معروفه دون مابغيتش نذكر الاسم ديالها، كنت كنحضر دروس ديالها، اثرت فيا بزاف، يعني كتب محاضرات، يعني كنحضر في المسجد، يعني فاش بغيت نقول لكم بزاف ديال الحوايج الانسان كيبقى يتقوى، يعني كيسمع وكيتقوى. حيت الايمان شنو هو؟ راه كيطلع وكينزل، راه كون كنا دائما كنبقاو فهمتي يعني بواحد المطالع راه لاباس علينا. لا انسان اكيد انا براسي تنضعف، راه غادي يكون الامور عندي باش كيجي داكشي كنبقى نتصنت، خاص تبدا تصنت مره شويه وتسمع، هذا بحال الايمان كيبقى يتجدد وكدير. اما هي راه انت كلشي عارفو، انا واحد القضيه كلشي عارف كلشي، ما تحتاجش تجي عند الانسان وتبقى تقول ليه وهذا وهذا، لا راه كلشي عارف كلشي. راه القران هز القران وغتقراه، ما تحتاجش شي واحد يقول لي ولا نقول لك، راه كلشي عارف كلشي، غير هي بقات في ديك الخطوه شكون غادي يديرها. قالت لي راه على الطالون، هذا هو الاشكاليه، داك الخلخال كاين اللي كيقول لك هذاك الطالون اللي كيبقى يدير داك الصوت وهذا، وبسم الله انا بخطات كيكون كنفيتي انا الطالون، ولكن خاصك تكون شي حاجه كتحاول تجمع رجلك شويه، لان بحال حتى هو كيدخل بهاد المسائل. الايمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فعلا داكشي كاين، ودائما كيبقى طالع نازل، يعني راه دائما انت خصك تقويه. انا كنشوف من راسي وجبد، راه بخطات فهمتي كتبقى يلاه صلاه قد قد داكشي، وملي كتقاتل شويه كدات تطور شويه، شويه ديال القيم اللي شويه ديال هذا، فهمتي باش شويه كتزير راسك، سين راه صعيب. يعني الا بقيتي هكا عادي راه الدنيا راه ما كترجعك اللور، ما كتزيدكش لقدام، خلاص الا كنتي فواحد المحيط، الا كنتي فواحد المحيط شويه صعيب راه غتبقى غادي. وخاص صحابات، ها العرس صحابات 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 اللي كيردوا اللور، صحابات شوفي مع من مصاحبه، شوفي شكون لونطوغاج ديالك، راه ما تقوليش انت دايره مع كل شيء بلا حجاب ماكياج وهادو غدير الحجاب، راه يستحيل دير الحجاب، راه كيبان لها ما يمكنش ديك صحاباتها راه غادي يخليوها هادي غتبان هي اقل منهم، راه هذا لا، راه خاصك تضحي. واش فهمتي؟ اهلا عم المزري اهلا وسهلا، يعني خاصك تضحي بالامور شويه. واش فهمتوني؟ صعيب يعني داك المحيط. انا كنشوف سيدات بزاف كيلقاو مشكله من صحابات، يعني باش تخرجي على ديك الجماعه. انا ملي كنقول لكم راه ضحيت صحاباتي صافي سالينا، انا عندي هذا ما عجبكش حاسير الله يعاونك ويعاونك، ودرت صحابات من بعد واحسن كاع، يعني ما هاد القضيه شويه صعيبه. شنو قلنا عاوتاني؟ المهم هي عرفتي راه كنت مقاده، انا خاصك نكتبهم في ورقه باش نقاد النقاد كامله اللي اللي زعما نقدر نهضر معاها نهضر بها، وهي اللي كتكون فهمتي كتاثر على الانسان. يعني خاص واحد الاراده قويه الانسان يبعد من الناس اللي غادي تقدر ترجعوا اللور، ويقوي راسه ويكون دائما في موقف قوه، وان شاء الله كتكون الخير. بالنسبه للبنيتات، البنيتات كما قلت لكم التربيه من الاول، كيقول الراي ديالو راه يكون لباس ايه الحجاب جا فيها، لا ما فيهاش اختلاف حبيبه جيجي تازي، ما فيهاش اختلاف، سيري انت راسك شرحيها، ما فيهاش اختلاف. هذا اللي قال لك اختلاف غير صوفي شكون هذا، ما فيهاش اختلاف. قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ياك ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها، الا ما ظهر منها، هذه هي اللي فيها الهضره، واش الوجه والكفين ولا كل شيء،
سلينا ما فيهاش اختلاف جيجي فهمتيني. و ويضربنا بخمورهن على جيوبهن. سير الراس قلبي شنو هو الخمر، قلبي على راسك. شوفي راه انا ما نقول لك كل هكا، كل واحد يدير اللي قال لي راسه غير فهمتي. الانسان اين فوق تصلوا المعلومه راه كيولي ديك الساعه محاسب. بغات شي عند الله سبحانه وتعالى تقول لي ما كنت عارفه، يقول لك لا. دابا المشكله انك سمعتي ده. سمعتي القضيه انك وليضربنا بخمورهن. شنو هو الخمر؟ هو غطاء الراس، هو غطاء الراس. وليضربنا بخمورهن على جيوبهن، الجيب هو هذا. صافي سالينا، بقيت تهزي راسك داري خصني نبلوكي راسي. صافي يا ولي، ضربنا بخمورهن على جيوبهن، الجيب هو هذا. ما تحتاجش شي واحد يبقى يشرح لك. الاختلاف كاين في النقاب ماشي في الحجاب، بوان فينال. ما تعمريش راسك بهاد الهضره اللي غتبعي هذاك الشيخ وغادي تصدقي في شي حاجه ماشي عليك. اللي كتقول يا شيخ شكون هو هذا؟ واش عالم موثق به ولا غير شي واحد دايز وصافي؟ واش كتسلم على لا ما كنسلمش. مع البنات الصغار عندي بنتي 5 سنين، هانتي البنت ديالك. دابا النمص تا هو كيتكرر بزاف، انا نهضر على النمص ومن بعد ندوز. انا هاد الحجمه ما عمري ما قصتهم، حيت الحديث باين. واش فهمتوني؟ الحديث باين. كاين اللي كيقول لك لا الا كانوا مخربقين ندخلوا في داكشي ماشي هو هذاك. انا ما ديرونجينيش، ما عمري ما قصتهم، ما عمري ما قصتهم. لا بهذا لا صبغت من هنا لا درت، عاديين هما هادو عاديين. ما كيبانوا لي انا، راه كيبان لي الشعر. انا عندي الشعر، انا راه قريب يطلع. وهاد الشعر هذا قريب يطلق على الفوقاني، وكنقول صافي وشنو صافي سالينا. وهذا ما ديالي، ربي خلقني بحال هكذا. وقسما بالله الا ما كيعجبني اللي كيصاوبوا الحجبان، ما عادش كتجيني. شي وحدين بحال كيخلطوا بزاف فهمتي، كتبقى ديروا كيجيني كيخربق كاع الوجه، ما كيبانش هو هذاك. انا هكاك مرتاحه، انا على الله والنامصه المتنمصه والواصله والمستوصله وشنو مازال ذكروني في الحديث. فيه هما ثلاثه اللي كتوصل للشعر وهذا، واللي كتنمص، وشنو كاين حاجه اخرى، والواشمه حتى هي. يعني فهمتي راه باين داكشي. واش هذا الشيء نبقاو نفصلوا فيه؟ الحديث باين، علاش نبقاو نزيدوا فيه؟ يعني بخلاص بحال باين كيبقى كيقلب على الطريق. هادشي اللي كنقول لكم انا، ديروا داكشي اللي قال لكم راسكم. الحديث راه باين، ملي كتعرفيه راه كديري عليك الحجه. صافي سالينا، علاش انا غنبقى وبلاتي لو نقاد منا غنبان حسن؟ لا صافي ثقي في راسك، راه قسما بالله داكشي اللي دار لك ربي في وجهك راه هو اللي احسن، والله هو اللي احسن. وتكون ثقه في النفس. واش دابا الواشمه والمستوشمه؟ انسان ثقه في النفس صافي، ما بقاش نبقى انا لا ندير لا علاش داك بقى بنادم داير راسو. صافي شوفي شنو هي الواسطه هي اللي اكستنشن. انا درت لك الترجمه بلونجلي، هي الاكستنشن. صافي باش نكونوا واضحين، تقطع حرام؟ لا لا تقطع الشعر ماشي حرام. عافاكم ما ديروش ليا فتاوى، انا والله ما كنفتي، انا راه خصكم والو، انا راه ما قضيه. حاولي ديري بانضه تحت الزيف، انا غنحاول تركيب الوصلات بالشعر. هي امل جالسه كتشرح لكم هادشي اللي كاين. يعني الاكسترا كتطولي الشعر، لان ماشي ديالك، كتزيد في شعرك وماشي ديالك. كاين هذا كيتسمى داخل في الخداع فهمتيني. ايوا هادشي اللي كاين، تكون شويه ديال الثقه في النفس فهمتيني. الانسان يثق في راسو، يثق في وجهه. صافي انا مزيان، انا هكا مزيان. دابا انا اش كنقول لكم؟ سناني دابا شحال من تيقول لك سنان عاديه. انا بالنسبه لي مزيان، يعني ما عنديش مشكله، ثايقه في راسي، عاجبني راسي هكذا صافي. علاش نبقى انا نقلب على جون؟ المهم راه كنت قلت لكم لا هاجر دات راه ممتد ليا هاجر لي باك، ماشي هما فيهم والو. انا غير كنقول لكم زعما انا ملي كتكون ثايقه في راسك ما عندكش مشكل. كنشوف فيهم انا عوجين، راه كيبانوا لي عوجين، انا ثايقه في راسي الحمد لله. ما علاش غنبقى ندير مشكل مع هكاك؟ صافي هادشي اللي كاين. راه قالوا حتى الرموش اكستنشن هي هادي. دابا راه هو الحديث فاش جابك ما عرفتش بان راه غادي يقولوا حتى الاكستنشن. يعني اي حاجه اكستنشن دايزه ياك، هي ديك اكستنشن وصلت احسن من الوصيله. المهم والله الا المهم التطوال ديال اي حاجه، لان فيه خداع. هادشي اللي كاين، وهاد المسائل راه باينه. عافاكم سيروا عند علماء سولوا وهما غادي يجاوبوكم. صافي يلا اللهم يسر. بالنسبه للبنات، البنات ملي كيكونوا، تخيلوا دابا انت الام، دابا انا كنهضر معكم انا ام، واش انا غنجلس غنخلي البنت فهمتي؟ ما راه هادشي انا عندي دائما غادي في الدار. واش فهمتيني؟ يعني في الدار دائما هادشي اللي كاين كتعطيهم، انت كتدخل لهم داكشي بشويه بشويه، انت جالس وانت كتدخل. واش فهمتيني؟ ماشي جالسه البنت. انا كاش قلت لكم داك النهار، واش البنت كتلبسي ليها الميني، كتلبسي لها الميني واش فهمتيني؟ يعني ما شنو اش توقعتي غادي كتحيدي لها الحيه؟ حيت شوفي راه شوفي البنت الصغيره اش غدير، كتلقايها كتهبط كتغطي. الا انت ولفتيها تعريها كيجيها عادي تعريها. وشوفوا التعريه راه ما عندهاش حدود، قسما بالله ما عندها حدود، راه غدو كتزيد. دابا انا كنشوف شحال هادي التعريه ديال شحال، ماشي ديال دابا اخو، داكشي غادي وكيطلع. اش غادي يوصلوا؟ واش فهمتي؟ واش بغيت نقول لكم راه القضيه شويه صعيبه.
يعني ما الا ما تبتيش واحد شويه دابا شحال اللي كان هذاك بياس وحده ولا داك الشورت كان هو اللي عيب، ودابا ولينا في بياس وحده، دابا ولينا في دو بياس، دابا وليتي كتقول لك لا راه خاص كلشي يتشمش حتى الفوق خصو يتشمش، والله الا شتني كنهار السيده حتى لتحت واه اي يعني واش فهمتوا الجرأه فين كتمشي؟ يعني راه واش انا كنقول لكم تقاشر خرجت بلا ما حسيت براسي عليها انا، تيقول كيفاش كيديروا هما؟ انا ما كنفهمش قسما بالله ما كيدخلش ليا راسي، ولكن انا ما عمري ما غنفهم انا حيت ما تربيتيش على داك الشيء. رجعت ربع متر كافيه قسما بالله انا والله انا وليت كنتخلع وحق الله، لان صعيب كيبان لك كلشي. ودابا البنات الله يحسن العوان انا حاسه بكم، الا كانوا كيشوفوني بنات انا عارفه راه صعيب، راه كيبان لك الركب غادي. والمشكله شي ناس اللي معروفين لي زانفلونسوز ولا هادو ردوا البال اللي كيديروا انستغرام وهذا ردوا البال، يعني انا راه بعقلي راه عارفه راسي زعما كنشوف كناخذ الحاجه اللي مزيانه وهذا، ولكن كنقول دابا المساكن البنات كيشوفوا هذا الشيء كي غادي يديروا؟ حتى انا كانت بناتي حتى انا كيسولني كتقول لي امي وراه كلشي هذا، دابا انا هي اللي هضره عندي مع الدريات وامي راه كلشي، واش فهمتي؟ دابا انا نقول لك انا عندي اغلب مشكله مع الاغاني، فهمتي الاغنيه دابا كتقول لي شي حاجه انا ما عارفاش شنو هذه، كتقول لي امي راه كلشي كيديرها حنا اللي كنبانوا حنا، واش فهمتي شنو نقول لكم؟ راه القضيه شويه كتصعيب، انا عارفه صعيب، ولكن اش قلت لكم ديك النهار راه القابض دير راك القابض على الجمره، هي هذه المرحله اللي وصلنا لها، راه كتولي انت شاده في الدين بحال شاده مع حتى شنو، يعني اتقوا الله الناس اللي معروفين عفاكم، اتقوا الله راه كتاخذوا الايتم ديال ديك البنات كاملين، راه شنو كتوريها؟ اش كتوريها؟ اش كتبيني لها انت؟ دابا انت يا سيده ناجحه وواصله وكل شيء، اش كتبيني لها؟ كتبين لها بان العراسي نورمال عادي، دو بياس غنشريها عادي، حنا كانت عيب تشوفي دو بياس معلقه، ياك هيك ملي كتنشرو كتحشمي تنشري ياك، وانتوما كتبيعو في الجاج، او ما انا نكذب عليكم، انا صراحه والله حتى دماغي باقا حتى كيتبلوكا ما كنبقاش نفهم، ما كنبقاش نفهم، وانت عا شي حاجه بحال هكا كتبقاي تغطي، من شهور ما كاينش هنايا كاع، ودابا المشكله في هادشي كامل شنا هي؟ والله اللي مشات لي الهضره، شفت واحد الكومونتير ومشات لي الهضره، مشات لي الهضره حق الله، ما عرفتش كنت نقول واحد الجمله ومشات لي، كتحيد شعر الجسم كله شعر العنا، هاد الموضوع ديال شعر العنا وهذا تا انا راه عندي مشكله، حيت انا باغا ندير الكوغ لازير وكاين اشكاليه، العوره ما بين المراه والمراه من السره حتى للركبه، ماشي انا اللي قلتها يعني هادشي في الاحاديث، واش فهمتوني؟ يعني من السره حتى للركبه حتى للركبه كاين مشكله، فهمتيني؟ المشكل كتلقاي لي كيفاه بولحيه شوف هذيك القضيه ديال بولحيه وهذا والله الا داكشي غير مظاهر ما تبقاوش تشوفوها هي تقول لك راه هذاك بالحيه ودات وهذيك راه بالحجاب ودات والاخرى ما تبقاوش تاخذوها هي الاساس راه زعما هذيك دارت الحيه هذيك راه غير دارت واحد الفرد وبقى ناقصها بزاف انا قلت واحد السيده كنعرفها راه الشورت وكتعرى وكل شيء ولكن هي فهمتي ما على بالهاش فهمتي عاديه ما هذا ومن تهضري معاها هكا في مجمع كتقول ما تهضروش على فلانه ما تبقاوش تهضروا في الناس عفاكم هذا يعني اخلاق غير هي عندها مشكل في هذاك البات يعني هذاك المشكل عندها فيها الله سبحانه وتعالى اش غيدير معاها الله اعلم الله سبحانه وتعالى اللي غيحاسبها حاسبهاش انا ما كنحاكم حتى واحد وما كنحاسب حتى شي واحد وما عندكش الحق تحاسبي حتى شي واحد الله سبحانه وتعالى اللي كيحاسب انا ماشي شغلي اما استخي كنشريهم حتى شويه كنلبط كنلقى اش غادي نقول لك والله صعيب لان داكشي اش كنت غنقول قبيله واحد الحاجه اللي مهمه دابا شنو انا عشت برا ياك قسما بالله دابا انا كون غير كانوا هذوك اللي كيتعراو بنيه بحال القور ها معريه دابا القوريه ها معريه غاده دابا لهنا ديالنا الاشكاليه كتعرى اش كدير كتعرى وشوفوني راني معريه اوكي فهمتوني اش كنقصد زعما ديك راني معريه انا كاينه شتو ولا ما شتو واش فهمتوني هذه هي القصه هذه هي الاشكاليه اللي انا كنتستغرب فيها انا عشت برا وشفت العرا وشفت كل شيء هادوك تابعين الموضه عراو من هنا كتجلس وعادي دابا هذه كتجلس وكدير لك ها كتحل لك هذاك الصدفه شوفوا مزيان شنو كاين وصدفه مزدوده واش هي الصدفه انا انت علاش كاين انا باش توري شنو غتوري لمن غتوري اش غتوري واش فهمتوني دابا الاشكاليه هي فين كاينه هنايا وتا داك الهدف بحال دابا نقول لكم بنادم هو في الدار كتلقاه بيجاما ومغطي هذا ملي كتجي تخرج كتعرى وتقاد عاد تخرج لمن دابا انا هادشي اللي كنهضر مع الـ مع الـ مع 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 البنات وداك الشيء بحال دابا البنات في الدار كيديروا كل شيء دابا مرو البارح ضربها بتعكيره الشعر قالت بنا طلع من هنا الصباغه الضفار داك كل شيء كنشري لهم كل شيء عندهم الماكياج عندهم كل شيء كنقولها ديري في الدار تتشبعي ديروا اللي بغيتوا في الدار علاش
كتعري اللي فات الانتباه. هذا هو المشكل راه واش فهمتي؟ نقول لكم ماشي هدف ان هي باغا دير شي حاجه. واخا كتقولي انت انا عزيزه المكياج وهذا ما نقدرش نخرج، هاتيني في الدار دوري في الدار. علاش تتخرجوا؟ علاش تتخرجي؟ هي باش يا مرحبا بام العربي، مرحبا بك، دايره بخير، بس عليك علاش تتخرجي؟ يعني باش توريه لشي واحد. يعني واش فهمتي شنو هي الاشكال؟ يعني مانيش كنشرح للدريه تتقول لي هذا نخرج، كنقول لها واخا دابا انت كديري مكياج وداكشي وكتشوف راسك كديري، يديروا التصاور يبقاو يتصوروا يتصوروا يديروا كاع المشاطي ويديروا هاجر حتى هي مازال ساره ما عندهاش مروه، عندي بليه عزيز على الصباغه وعزيز على هذا الشيء. ملي ما كيكونوش ما كيصلوش كنقول لهم ديروا في الصلاه راه اشكاليه خاصك تبقاي تمسحي شغلك. هذا كنقول لها بغيتي تبقاي تمسحي مسحي، انا ما عنديش اشكاليه، ديري اللي بغيتي. ملي تخرجي لا، علاش منين اللي الاخر؟ حنا بالعكس حتى كتبغي تخرج عاد كتماكي، لمن كتماكي لمن انت غتقولي باش نشوف راسي مزيان. انا غير كنسمع شي واحد تقول لك واقيلا باش باش نبان مزيان، تباني لمن؟ يعني دابا انت عندك واحد الامر الهي ياك، انت كتخلي الامر الهي وكترضي الناس، يعني هادشي اللي كاين ياك كترضي الناس، هذا هو المشكله. انا فهمتي انا هادشي اللي كيبان ليا انا في داري، انا كنماكي كندير كنلبسو كلشي تاعنا وكلشي كاين، ولكن في الدار ما نحتاجش انا نوري شي واحد. علاش نوري؟ وعلاش انا ما نبقاش نبقى داكشي عزيز شي شي حاجه قيمه؟ علاش انا كنهبط قسما بالله حتى كيبقى فيا الحال؟ عاد كنبقى هكا ملي كنلقى شي واحد خاص في الطوموبيل كتكوني صايقه وهو قدامك، عاد ساعتي كنبقى نكلاكسون عليه كتلقاه جالس تابع شي وحده وصافي هو دال، عاد كتشوفيه رخيص، داكشي رخاص كان عنده قيمه رخاص وخلاص، داك الشوفه وداك مازال برا كيما قلت لكم معريين وما كاينينش. هنا داك التعريه بواحد الصوره اللي هي خايبه غير باش تبان انها معريه ودايره، فهمتي؟ هذه الاشكاليه. ايوا يدير الله خير. بالنسبه للبنات انا نقول لكم هاجر كيفاش دارت الحجاب. المهم كما قلت لكم دائما الهضره، الله يهدي ما خلق، هذاك الشيء اللي كاين الله يهدي ما خلق، وما كنعيبوش وما كنخسروش اي واحد الله يهديها. فهمتي؟ ما انا قلت لكم ماشي ضد، انا عندي صحاباتي ما دارينش حجاب، كتعندي واحد صاحبتي كتموت على الجينات مزيرين، راك تدكت انا بالحجاب كتموت على الجينات مزيرين، عرفتي؟ كتبقى تزير كتمشي عند الخياطه كتقول لها نقصي لي، كما كانوش ديك الساعه هاد هادو اللي ولاو دابا، كتقول ليها نقصي ليا من الجين، عرفتي؟ كتقط نقص ليها من الخياطه، عرفتي؟ تا باخا كتجلس ما كتلقاش كيدير تجلس، عرفتي؟ كنت كنموت بالضحك عليها، ما كاينيش انني جالسه كنتفرج فيها وكنصفق ليها وكنقول لها مزيان، انا كنلوح الهضره مره، مي ماشي كندير لها داك الضغط، سيري انت شوفي كي دايره شي كي دايره شي ما هذا، واش فهمتيني؟ يعني انا القضيه خفيف ظريف كنلوح ليها هضره، هذيك كتبقى تقدر تاثر بك، ولكن ما كاينيش انني صافي غنرد انا بحال شي شيطان انها دايره داك الشيء، فهمتي؟ من احسن ما تحيديش. لا اصلا ما كنحيدش. اهلا ضيافه عزيزه ديالنا عزيزه الغاليه كرامي الله، يلا ربي تهدينا يا رب يا رب. غير هي كما قلت لكم انك لا تهدي من احباب انما يهدي الله من يشاء، راه هذا الحديث راه 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 شرحوه، يعني راه شرحوه، راه ماشي ديك الهدايه قال لك راه زعما انت غتجلس والهدايه غتجي، راه خاصك تعمل لهذيك الهدايه. انا غنحط لك واحد المقوله وغادي غتشوفيها الشرح ديال الهضره هذه، حيت هذه القضيه ديال كنستنى الهدايه وانا جالسه كنستنى الهدايه، وراه فين راه الموت اللي غتقدر تجي، فهمتيني؟ راه كاين الهدايه وكاين الموت، وكي غادي دير لهم؟ واش فهمتوني؟ كيفاش غادي تقدري انتيا توصلي لهم هذيك غادي تضمني راسك انك شكون اللي غيسبق، واش الموت ولا الهدايه؟ واش فهمتي؟ انت خصو يعمل وما يبقاش يدير ديك الهضره وبلاتي وتنشوف وتنقعد هذيك الهضرات كلها، يتشكون تقولي شي سبب اخر اللي يكون مقنع، اما هذيك الهضره بلاتي وتن يديني الله وتيجيني داك الشيء وغادي نقتنع، اش غنقتنع؟ راه فرض، كيما كتقولي بحال غتقولي الصلاه، غتقولي الصلاه وتنقتنع بالصلاه غنصلي. شوف مادام الانسان مادام الانسان مسلم كتقولي انا مسلمه صافي سالينا، شي حوايج راه كاينه، غير هي كتبقى الانسان كيغامر كيلعب في الخاطر، انا كيجي بحال كيلعب في الخاطر، يعني الانسان كيلعب في شي حاجه ما عارفش شنو كاين، يعني يوم غدا يقدر الانسان يموت وعلى واحد الحاله. نسال الله الهدايه ونسال الله الثبات، ونكون ما كنعرفوش حتى حنا راسنا كيفاش غنقدروا نموت، الانسان راه عايش دابا ما عارفش شنو كاين، والله يكتب ما كاتب الخير. بالنسبه للبنات هاجر من الاول، يعني انا من الاول عارفين بانها كتقول لك الحجاب هذه امي هذا انت كتلبسي، ولا صافي كتبقاي عايشه معاها دائما دائما دائما، وانت عايشه معاها بالحجاب وكتهضري على الحجاب وعارفه بان مهداني الله، ماشي مهداني الله، راه انت اللي خاصك انت غديري الخطوه، ما راه انت تدعي بحال الانسان يدعي يقول يا ربي، فهمتي؟ يا ربي يستر لي، يا ربي يعني افتح قلبي للحجاب، بحال هكا الانسان يدعي وربي ان شاء الله راه غادي يستر لي، يدير اول خطوه الكمال والصلاه، راه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، راه ينفع تركزي في الصلاه وتثبتي راه الامور غادي تقاد صافي. ايوا اللهم يستر. بالنسبه للبنات كما قلت لكم البنات من الاول، يعني ضروري الانسان من الاول كتبقاي دايره متابعه، كديري لهم متابعه دائما كتهضري معاهم،
ما كاينش انسان يبقى فهمتيني كيما قلت لكم تلبسيهم هذا وشويه غادي تقول لا بنتي راه خصك ديري الحجاب صافي راه وصلتي الله يا ما عارفاش شنو هذا شنو كتهضري علاش داويه لها لا من الاول الصلاه والحجاب بجوج يعني راه الصلاه دائما انت متابعاهم غاديه معاهم هذا صلاه صعيبه 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 لان الصلاه شنو هي صلاه تعود خصك تعودي في الاول الانسان راه كيصلي وصافي ولكن هي مع الوقت صافي كتولي شي حاجه فهمتي شي حاجه هي اللي هي اللي دير انا كنظن اهم حاجه هي الصلاه صلاه انا علي فحش ما غنقولوش هي وصافي سالينا صافي انا كنصلي ومزيان الصلاه هي المفتاح حيت هذيك بعدا ما كانش عندك المفتاح راه ما اصلا ما داوي معك حتى واحد يوم القيامه راه هذاك هو المفتاح باش غتبداي باش غنبداو عاد غنبداو الحساب بسم الله بسم الله وغنبداو اما الا ما كانش عندك هذاك الا ما كانش عندك هذا اصلا هذا المفتاح راه كيفاش باش غادي تحلي اختي رميساء كويزين اختي تقي الشبهات اختي مريم راه صوتك وصورتك لا تجوز الظهور في القناه واخا واش انت عالمه كتفتي شنو يعني اعطيني فتوى انا عندي فتوى الا انت عندك شي فتوى سيري معها ماشي مشكل انت ما تضريش في القناه وما ديريش صوتك وهذا انا عندي فتوى وانا اتحملها لان ماشي انا كنهضر على شي حاجه اللي ما كايناش لا كاينين علماء افتوا بانه جائز الصوت انا ما كنغنيش انا ما كنديرش صوت في القناه كنغني انا كنعطي وصفات وباش كنبان في وجهي